طاعة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. في ذلك الزمان ذهب التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، فلما رأوا سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان صليبك أيها المسيح نسجد لقيامتك المقدسة نسبح ومجد، لأنك أنت إلهنا غاف سواك لا نعرف اسمك نسمي. ألم يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، فإنه طرح هذا الصليب منتشرا في كل العالم، فلنباركن الرب في كل حين ونسبحن قيامته، لأنه بمكابدة الصلب من أجلنا أباك الموت بالموت وختمه. Thank you.
إرفاقا للمسيحيين الأرثوذكسيين، واشفق علينا مراحمك الغنية بشفاعات وتضرعات سيدتنا المشيدة الفيضة البركة والدة للأسامة البتولية مريم، وبقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة وبطلبات القوات السماوية للآية العقلية العظيمة الأجساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدة والقديسين المشرفين الرسل كل مديحه والقديس المجيد الرسول كل مديحه يعقوب في الرب أول رؤساء ساقطة أورشليم، وأبانا القديسين معلمي المسكونة والرؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس الثيولوس ويوحنا الذهبي وأثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحوم وطارق الإسكندرية وأبينا القديس نيكولاوس رئيس الساقفة ميراليكيا والقديس سبيريدون أسقف تريموسوس العجائب والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جوارشيوس الحاج راية الظفر ديمتريوس الفاد الطيب تيودوروس التيروني تيودوروس قائد الجيش ومن الصانعين العجائب والشهيد في الكهنة خرلاموس والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر والقديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادل الرسل قسطنطين وهلالي وأبانا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم محنن والقديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس الذي نقيم تذكاره الآن وجميع القديسين نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطاة طالبين إليك وارحمنا. فجيل للذين يتقونه
Thank you.
فلا تنس بيتك إلى الانقضاء. أعترف لك يا ربي بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. لقد انقضتم إلى المسيح الإلهي أمما قد خلصت بدم الذي ارتضى أن يولد على الأرض، وإن كابد الصلب والموت باختياره يا كلي الحكمة المغبوطين. فتشفعوا الآن إليه طالبين أن يهب نفوسنا السلام وعظيم الرحمن.
عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. حسن العبادة الأرثوذكسية فاسيليوس رئيس الأسقف فاسيلفستروس المتروبوليت بنيديكتوس ومن أجل إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين زوار القبر المقدس وكلائه والمحسنين إليه والمنضوين إلى هذه الكنيسة المقدسة وكلائها والمحسنين إليها والساكنين والموجودين في هذه المدينة ونسائهم وأولادهم من أجل افتقادهم والصفح عنهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وكل المدن والقرى من السخط والجوع والوباء والسلاسل والغرق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الآلية والموت الكشائي ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح محب البشر شفوقا رؤوفا متعطفا ليصرف ويرجعنا كل والذين في البحر بعيدا وكن يا سيد متعطفا شفوقا علينا غافرا خطايانا وراحمنا لأنك إله رحوم ومحب للبشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار السلام لجميعكم.
المسيح إله بشفاعات كلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والسديسين المشرفين الرسل كل مديح والقديس المجيد الرسول كل مديح ويعقوب أخ الرب أول سابق أكبر الشريم أبان القديسين معلمين مسكون الرسائل كان العظماء باصيلوس الكبير وغلي بوريس كيرلوغوس ويوحنا ذهبي الفم والبناسوس وكيرلوغوس ويوحنا الرحوم بطارق الاسكندريه وابينا القديس نيكولاوس رئيس سمك ميرانيكيا والقديس سبيريدونوس سبيريدونوس بكتريميثوندوس العجائبي والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جاورجيوس الحائز راية الظفر وديمتريوس القائد الطيب وثيودوروس تيروني وثيودوروس قائد الجيش من العجائبي والشهيد من كهنة خرالة والقديسين المجيدين الشهداء قصدي ظفر القديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادلين رسل قسطنطين وهلال وابان الابرار متوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الاله واكيم وحنا وابينا الجليل قسطنطي في رسائل كهنة القديسين نكتاريوس الذي نقيم تذكاره اليوم وجميع قديسيك اجعل طلباتنا مقبوله هبنا غفران زلاتك استرنا بسر جناحيك ادفع عنا كل عدونا محاربا وامنح السلام لحياتنا يا رب وارحمنا وارحم عالمك وخلص نفوسنا بما انك صالح ومحب البشر افرحي يا Thank you.
والكهنة المكرمين المدافعين
جميع لتيروس بشرى الى الرب نطلب من اجل هذه الكنيسه المقدسه وهذه المدينه جميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها Thank you.
سيدة خالدة الآن دائمة المطارئة مريم مع جميع الجنسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح لله.
وتعهد وأصلح هذه الكرمات التي يمينك غرستها. Amen.
Yeah.
ومن أجل كثرة محبتي التي أحبنا بها حين كنا أمواتا في الزلات أحيانا مع المسيح فإنكم بالنعمة مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا مخلصون بواسطة الإيمان وذلك ليس منكم إنما هو عطية الله وليس من الأعمال لئلا يفتخر Thank you.
Thank you.
إيرينيوس أبانا وبطريركنا الماطيوس إخوتنا أخانا المطران فينيديكتوس أخانا المطران باسيليوس أخانا المطران سيلفستروس إخوتنا الكهنة المشتركين معنا في هذه الخدمة الإلهية إخوتنا المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العباد المستقيمي الراي القاطنين في هذا البلد والذين يصلون في هذه الكنيسة المقدسة وكلاءها والذين يقومون ويتعبون ويرتلون فيها وجميع المحسنين إليها ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دار الدائرين أبانا وبطريركنا إيرينيوس أبانا وبطريركنا إغناطيوس ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدارين Patrus ke patriarchu imon Irineu, nisni kirios sofeus, en di baslia aftu pando ten inke ai, ke sionas ton iunnu. Amen. Barna o patriarcha me Irineus, jatruira budila, Ακούτε και αλλά να κουλεύονεις, πήρε τα βίδα الذين شيدوا هذا الهيكل المقدس والذين اهتموا بتشييد هياكل الله المقدسة والذين سبقت لهم الخدمة فيها ورقدوا على رجاء القيامة والحبدية مع جميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدارين.
وبتسبيح الظفر مرنمين والصارخين Oh,
إلهنا أغناطيوس وأبو لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام قاطعا باستقامة كلمة حق. وأسألنا ربنا السلام غفرانا خطايانا
أنت أيضا أيها السيد سائل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا بحسب حاجة كل واحد منا. رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب النفوس والأجساد. من أعمل مرافقتك الرحيم ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معهم ومعروفك الكل يخصهم الصالح والصانع الحياة ألا نقل وانم وإلى دار التارين. أيها الله تؤثر عليه.
ثم إنه في كل حياته ما كان يحسن البتة، رغم أن كل الصعاب كانت تنزل عليه كالشتاء كالمطر الغزير. كان دائما يصلي وأمامه جزولة العرباء ليتأمل سر التجسد الإلهي، كيف أن الله يتنازل ويصبح بشرا ويسامح الناس الذين أخطأوا إليه وأغضبوه ويرجع إليهم بهذه البركة الأبوية ويرجعهم إلى السماوات بتواضع. ولهذا ترك لنا كثيرا من الأناشيد والترانيم، فيها فاق الآخرين بكثرة وبوفرة، حيث كان ينشد ويمجد العذراء كملاك مرسل يقف أمامها ويسبحها على هذه النعمة التي أحرزتها أن تكون والدة للكتاب. وهذا يكفينا حتى نتعلم منه، نحن الضعفاء الذين إن أهاننا إنسان عن غير قصده نحن ونظل طوال العمر حاقدين ومحزونين وقلبنا مسود بسبب هذه الكبرياء التي تحطمنا، فلا نقبل إهانة أو أي ضرر من إنسان حتى لو كان غير قاصد لهذه الإهانة. والمسيح يعلمنا كما سمعنا في الإنجيل أن نقرأ الناموس، أن نقرأ الكتب المقدسة ونتعلم منها حتى نعرف كيف نكون مفيدين لإخوتنا وصالحين في تعاطينا مع الآخرين، لا أنانيين نريد فقط أن نأخذ الامتيازات دون أن نعطي التعب والشقاء. والمسيح ما جاء ليكون مخدوما من الناس، بل جاء ليخدمهم ويقدم نفسه ويعطيهم حياة الله التي يمدهم بها بدمه المقدس وجسده الطاهر. فلاحظوا الفرق، كيف أن القديس استفاد من هذه المناسبات المرة والأليمة والتي جعلته يتقبل النعمة وافرة فيتفاعل معها ويفعلها في ذاته وينضج إلى قامة ملء المسيح، حيث أصبح قديسا وفي حياته وبعد مماته وانتقاله إلى السماوات كان ممتعا لأن يصنع المعجزات، لا لأجل التكريم والتعظيم بل لأنه يتمتع بحب عظيم، قلبه ما كان يحتل وفكره ما كان يشد في هذه المصائب والصعوبات الأرضية، بل كان يلهج دائما في تسبيح الرب. فلو أننا نستفيد من هذا أن نصلي كل يوم من أجل الذين يؤذوننا، عند ذلك يصطلح قلبه ويصفى ويتطهر قادرا أن يتناول الإله في داخله ويستدير. هذا القديس قد صنع بهذه الطريقة مدخلا إلى السماوات وصار أهلا لأن يكرم الله فيه بكثرة العجائب، فالناس حيث يكونون يستنشدون به فيغيثهم ويعطيهم وافر الرحمة الإلهية، لأنه يتمتع بهذا القلب الكبير لله، فلا بد أن يسأله الله بالتجارب والصعوبات ويعطيه استنارة، ومن خلاله نستنير نحن ونسبح الله الذي أعطانا إنجيله وكلمته كلمة الحياة، فنتناولها كل يوم كل أحد عن استحقاق بيد الله تدبير منه. أمين.
الموسيقى البيزنطية اللي صارت جمدارة مقرنية. الكل مدعو ويتفضل. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا.
يسوع المسيح إلى وارحمنا وارحمنا وخلصنا. أصحاب السيادة الأجلاء، صاحب السيادة المحام لوقا الجزيل الاحترام الوكيل البطريركي لكنيسة إنطاكيا الرومة، مندوب صاحب الغطة بطريرك إنطاكيا وسيد المطر المشرق فيبروس فيبروس إغناطيوس الجزيل الاحترام والكلي الوقار، صاحب السيادة البطران باسيليوس الجزيل الاحترام، صاحب السيادة رئيس صاحب كيرياكو بوليوس السيد سيلفستروس، قدس الأرشمندريت بارتليمون رئيس دير سيدة حماتورا الجزيل الاحترام، قدس الأرشمندريت فيليبوس جاجي الجزيل الاحترام، قدس الأرشمندريت ميليتيوس بصر مندوبة صاحب الغبطة وبطريرك المدينة المقدسة. اسمحوا لي يا أصحاب السيادة باسم أبينا وبطريركنا كيريوس كيريوس كريمينوس الأول، ونيابة عن صاحب السيادة أبينا ومتروبوليتنا وراعينا المتروبوليت بنابلس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن، في هذا اليوم البهيج المبارك الذي فيه تحتفل كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية الجامعة الرسولية بعيد القديس إنطاكيوس أسقف المدن الخمس قديس عصرنا، وشاءت العناية الإلهية أن يوجد في هذه الكنيسة المقدسة مزار ورقات من القديس إنطاكيوس. بركة عظيمة، وهذا الاحتفال البهيج تم وسيتم في كل عام لإكرام وتمجيد إلهنا المثلث الأقاليم وطلب شفاعات وإكرام القديس نكتاريوس قديس عصرنا. ولكن البهجة في هذه السنة كانت بهجة عظيمة، كونه يا أصحاب السيادة وقدس الأرشمندريت الأجلاء أنتم موجودون معنا، موجودون معنا، واشتركنا معكم في خدمة القداس الإلهي، حيث المحبة الإلهية تذبح وتغرق من أجل حياة العالم زادا للحياة الأبدية وتقديسا لنفوسنا وأجسادنا. الشكر الجزيل لكم يا أصحاب السيادة، ونرجو منكم أن تنقلوا شكرنا وعرفاننا هذا بالجميل إلى نبينا ومولانا صاحب الغبطة بطريرك مدينة الله العظمى إنطاكيا وسيد المشرق كيريوس كيريوس إغناطيوس نسيب الرابع الجزيل الاحترام، على محبته التي نتلمسها دائما من خلالكم ومن خلال زياراتكم ومحبتكم ومكالماتكم الهاتفية بيننا. أهلا وسهلا بكم في الأردن في متروبوليت فيلادلفيا، لأن هذا هو بيتكم الثاني، وهذه هي كنيستنا المقدسة الواحدة لجميع الجامعة الرسولية التي تجمعنا دائما تحت كنفها. وبهذا اليوم المبارك اسمحوا لنا أن نقدم لكم يا صاحب السيادة المطران الجزيل الاحترام هدية إذكارية الإنقلبي للمقدس
الذي يحمل ايقونة والدة الإله لكي وأنتم تلمسونه دائما تذكرون في صلواتكم حيث تتم الخدمة الإلهية خدمة الذبيحة غير دموية. وأنتم يا صاحب السيادة المكرم بسيليوس الجزيل الاحترام أيضا الإيقون بدون المقدس لكي وأنتم تتممون خدمة الذبيحة الإلهية فتذكرون دائما في صلواتكم. ويجب لهم كل نعمة وبركة من ابنهم. أما أنت أيها الأب الجليل فرسل الشمال ريقا لنيم فرح الأب الروحي الجليل الذي نحبك من القلب والذي كل الطائفة تعرفك من خلال نشاطاتك الجليلة الروحية من خلال الجو الذي أيضا اليوم أتت معنا معكم وشاركتنا في هذه التراتيل الروحية ونشكرها من خلالكم. هذا الليل ليل سيدة حمدورة تقدم ليكم صاحب السيادة الصليب المقدس لكي دائما وأنتم في صلواتكم في الدير وفي القداسة الإلهية تذكرون دائما في صلواتكم وتذكروا ابناء رعيتنا المحبوبه. قسم الشمالين فيليبوس الجزيل الاحترام ايضا اقدم لك صاحب السياده صليبا لكي وانت على المذبح المقدس تكمل الخدمه الالهيه تذكرنا جميعا وتذكر ابناء رعيتنا المحبوبه. باسم الرعية وباسم الكنيسة نرحب بكم لمرة ثانية طالعين إلى روح الإله أن يهب لكم الصحة والقوة لكي تواصلوا مسيرة العطاء في خدمة كنيستنا المقدسة الجامعة الرسولية بشفاعة والدة الإله والقديس نكتاريوس. آمين. بعد اسم اصحاب السياده يدخلين من الفلوس اصحاب السياده الاصابع وقلت لا شهرين كنا لهم وراء كنا منذ عام 1978 معا في دير البرلمان وقد اتفقنا مع قدس الاب شهرين بدلائهم 17 طالب 1978 وانهينا فقط أربع طلاب كنا من بينهم أنا وقصد شغلين مدلين فعشرت 6 سنين وأيضا صاحب السيادة الأسقف فاسيليوس 4 سنوات معا في البرلمان والأسقف لوكا قد رقيته في اليونان من 77 ومنذ ذلك الحين وانا طالب وهو الشمالين ومن ثم التقينا في بغداد والتقي باستمرار في عمان فاكثر من 25 عام لصاحب السياده ونحن بيننا المحبه الاخويه وقد اصبحنا قاده في رعيه المسيح لكي نسير معا جميعا نحو البركه السماوي. وايها الاحبه أصحاب السيادة لم أكن مهيئة لهذه المناسبة ولكن دائما هنالك بركة من القول المقدس صليب خشبي وقبل أن يأتي إلى الأردن وضع على قبر السيد المسيح لكي تحل عليه نعمة القول المقدس وتباركون به رعية القول المقدسة. وأقدم إليكم هذه الصورة المتواضعة أرجو أن تتقبلوها مني وأهلا وسهلا بكم بحضور إن شاء الله دائما نلتقي معكم أيها الأحبة وبوجود هذه الوجوه الميلة والوجوه
أيها الأخوة الأحباء، كما قلت منذ يومين في هذا الموضع بالذات، إن المحبة التي يتمتع بها مطران عمان وكل الأردن هي كبيرة جدا، والمحبة تعطي حتى ماله، وهو يعطي الكثير إن كان بقوله وفعله وحضوره ومثله الصالح. وعندما دعانا أن نأتي لنكون معه وبرعايته في هذه الأيام أمام وجه الله ومعه، قلنا لا بد أن نأتي بشيء، واحترنا شبابنا نجيب، لأنه سيدنا بنادكتوس مثل ما قلنا هو بكل تأكيد راعي كنيسة كبيرة جدا وهامة تاريخيا، وهو شخص محب فمحبته كبيرة، فرأينا شو ما جبنا له راح يكون قليل. فنحن بكل تأكيد مثل ما بيقول الشاعر: الهدية على مقدار هديها. نتمنى من محبتكم أن تتقبلوا منا هذه العصا الرعائية، العصا الدمشقية، باسمي وباسم إخوتي السادة المطار. شكرا سيدة، شكرا كثير. بكل تأكيد سيدة سيلفستروس وصلت هدايا سابقا، ما فينا هلا قدمها لها، فجابها. طيب.